مشاهدي شوف تي في، تحياتي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشره من عاصمه الشرق مدينه وجده. اذا كما كتشوفوا معايا كنتواجدوا في حي لازاري، هنا في هذه البلاصه بالضبط وقعت واحد الحادثه سير اللي راح الضحيه ديالها واحد الطفل. شحال عنده خويا الطفل؟ سنين. عنده 5 سنوات بسبب ديال هاد الاشجار كما كتشوف دابا. هاد الاشجار هاد الاشجار كي كتجي دايزه الطوموبيل من هنايا، الطفل الى ولا شي وليد كان قاطع ولا راه ما غاديش تشوفوه. وهنا اغلبيه تاع الطوموبيلات كيدوزوا بواحد السرعه كبيره، والسكينه هنايا كطالب بالدودارات. انا غادي نشوفو مع واحد السيد هنايا، هو غادي يعطينا معلومات. خويا تفضل، اسمح لي. محمد، السلام عليكم. تبارك الله عليكم. اسمح لي نركبوا الميكرو. تفضل. السلام عليكم. تبارك الله عليكم. رحنا في حي لازاري كما راكم تشوفوا. هاد الدوبل فوا هذه بشحال وحنا نديروا الشكايه تاع الدودانات، لحقاش ولات رئيسيه هاد الجهه. تبارك الله راك تشوف كاين الخضار، كاين مول الحانوت، كاين القزار، كاين يعني اي حاجه كاينه في هاد الشارع، يعني عمرت الدعوه والناس كتفوت الطايره من هنايا، يعني ما كانش اللي كيحاول. عينا نهضروا معاهم، قلنا لهم ديروا لنا الدودانات اون بليس دو سا. قلنا لهم هاد الربيع هذا كامل، هاد الربيع كامل اللي تنقلع، لحقاش دابا الناس مين كتجي فايته. الدري بحال نقولوا مين قطع مسكين نهار الحديثه، ما شافهش كاع نهائيا مول لوطو. فين خرج فين عطاه، الله يرحمه ويسع عليه. هذيك راه بحال الكبده تقلعت لنا كاع من الحومه، بكينا عليه الدم 5 سنين ومسكين نهار لانيفيرسير ديالو. يعني ها انتم غادي تشوفوا كما هاد الربيع هذا وهاد الشجور. انت مي راك تمشي راك ما غادي تشوف حتى شي حاجه قاطعه. كنطلبوا المسؤولين هادوك الشجور هادوك ينقصوا منهم، والشجور عاوتاني كل الشجور يوليو يقصوهم يطلعوهم بعد اموال. الشارع يبان شك فاهمني، الشارع يبان ويديروا لنا الدودانات. المهم كنطالبوا المسؤولين يديروا هذاك الطفل اللي مات الله يرحمه، يديروا بحال ولدهم ولا يخافوا على ولادهم كما ايمن، ويديروا لنا الدودانات ويصاوبوا لنا هاد الشجور هادو باش هاد الشارع ان شاء الله يكون محمي. راهم ديجا وقعوا لي زاكسيدون الحديد. وقعوا هنا لي زاكسيدون هنايا ولا اصاحبي؟ راه ديجا لهي بعد مشيت الشبيبه، طاكسي جايه دايره مع داك الفيرج تجري تقلبت خرجت لهي الخلا لهي عاوتاني من جهه الريزويات. واه من جهه الريزويات عاوتاني لي زاكسيدون الحديد مع الحديد، وحده تقلبت عاوتاني لهي من جهه الرومبو. اصاحبي راه تعرف كي كيفوتوا منا 160 170 نورمال، واش راك فاهمني؟ يعني صبرنا لي زاكسيدون تاع الحديد ما كانش، بصح باش مات لنا ايمن الله يرحمه ويسع عليه هنا ما قديناش نزيد نصبر، ودرنا الشكايه وكتبنا وصيفطنا للمسؤولين، ولكن حتى واحد ما سمع لنا. كنطالب المسؤولين كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين اللي في قلبه الرحمه يسمع لهذا الفيديو هذا ويدير لنا الدودانات هنايا ويصاوب لنا هذا الشجور هذا، والشارع ان شاء الله يكون محمي. راه عندنا الشبيبه لهيه، راه عندنا البزاوز اللي كيمشي اللي عندهم كيديروا لي زانفورماسيون كيترينيو تما، عندنا النساء اللي كيترينيو تما. يعني راهنا خايفين على العائله ديالنا، راهنا عائله وحده هنايا. عندنا التكوين عاوتاني كلها تكوين ليستا اللي حدا المصلى راكم كاع تعرفوه، ليستا لازاري. عندنا التكوين تما عاوتاني، الناس قاطعه غاديه جايه، كاين اللي معقلهم ما كاينش كاع في بلاصتو يفوت من هنا طاير، كاين اللي كان مخضر كيكون اللي كان معصب. المهم كنطالبوا بالمسؤولين باش يديروا لنا الدودانات هنايا ويصابوا لنا هاد الشجور. شو هاد الشجور قداش؟ شو الا جا قاطع من هنايا البزاز واش غادي يشوف مول امو؟ بعدا الشارع يجي باين. وكنقدم لك السي محمد هذا، ودخلت ايمن تحيه ليه، وتا هو راه كيقول لك اودي الله يرحم لكم الوالدين. روح اخويا روح روح محمد روح اي روح روح معليش روح روح. المهم كيقول لكم الله يرحم لكم الوالدين. هاد الحريره اللي راها فيه لداخل، هاد الحريره اللي راها فيه لداخل. روح روح روح. كاين اللي كيجي جايب 140 150 هنايا وجهنا له طرود، ياك غا حي هذيك غا الطريق غا عادية هنايا، وبنادم كيجري بزاف. عندنا وليداتنا كيقطعونا الطريق ما دايرينش ماما الراجلين، شنو ندير لنا ماما الراجلين؟ فهمت ولا؟ على حسب باش على السرعة بزاف، وانا بنادم كنت بزاف انا احياء العمرز، كان ديك الخطرة الأخرى ما كانش عامل دابا عملت القضية هنايا. ولا اله الا الله وسهل. يعني هنا الطريق راه واه كنطلب من المسؤولين هما اللي يقولوا لنا هادشي الله يرحم لهم الوالدين. اتصلتوا بالبلديه؟ اتصلنا بكل شيء، درنا شكايات، درنا شي جوج شكايات درناها، راه كاين هنا الوداديه عيات ما تسبق على الشكايات. ما كاين حتى شي حاجه كاع. انا شوف نهار الحديثه مسكين ايمن الله يرحمه، جا القايد جا الشيوخ جا كل شيء،
القايد الله يذكره بخير قال لك يا سيدي ها قال لك اودي قال للدراري ديالو قال لهم يجيو يرجلوا لنا هاد الشجور وكذا ولكن ما كاين والو فهمت كاين والو يعني غير الهضره وصافي غير الهضره وصافي غير واش هي كنطالبوا المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين هاد الفيديو هذا راه ماشي راه خصنا نتعاونوا بعدنا بعد ماشي نبقى بنادم نعلو الشيطان اصاحبي ديروا في قلوبكم الرحمه وان شاء الله غادي يكون غادي تولي الامور مزيانه خصنا نتعاونوا الا كتقزم كتقزم هذاك ما عندها غادي الوليد هذا الوالدين ديالو كانوا دايرين الوالدين واش غادي نقول لك راهم مزيانين اخويا ما الله يحسن العون يعني هاد الحريره هادي كنقولها ايماجين تكون في قلوبكم المسؤولين يعني حسوا بينا وروحوا رجلوا لنا المسائل هادشي اللي كاين هادشي اللي كنطالبوا حنايا ما هذيك النهار صاحبي ولاد الحومه غير بيناتنا نضنا بقينا نقولوا ودير واحد نجيبوا المقص نقلعوا هذه ونديروا هذه واه ولكن عاوتاني خفنا ايماجين نمشيو نقلعوه كاع يقول لك شكون اللي قلع هذا راك تشوف فيه يقول لك شكون اللي قلع تقلبت رافيناتي تقلبت غير هنايا عود من الشعبه هنايا واه تهزت مولاها بوليسي كاع اللي كان صاحبي الهيه الهيه بعدا الهيه في مشيت الريزو الهيه ديما لي زاكسيدو علاش دابا بنادم شوف غادي نفهمك بحال هاد القطعه هادي شوف هذيك القطعه هادي شفت هذيك القطعه دابا بنادم من يجي قاطع مع الشجور ما غاديش يشوف شكون اللي راه جاي خصو يكحز لها يفهم مزيان الطريق كبيره ديما لي زاكسيدون صاحبي الحديد سكتنا عليه ما هضرناش بصح واش ايمن مسكين الله يرحموه هنا صافي ما قديناش بحال اللي قاعد تقلعت لنا كبده الله يحسن العون المهم كنطالبوا المسؤولين اخويا كنطالبوا المسؤولين بان يشوفوا هذا الفيديو هذا ويديروا بهذا الفيديو كما قلت لكم حسوا بينا وديروا بلي هذا المشكل راه وقع لكم الله يبعد الشر وحسوا بينا وشوفوا لنا هذا البيعه والشراء هذه يديروا لنا هنا الدودانات وصوبوا لنا هذا غير قلعوه هذا ما خصناش كاع به هنا اخويا يديروا غازو نورمال بحال هذا يديروا غازو نورمال فهمت هنا يديروا غازو نورمال وهذا يقلعوه كامل وهذوك الشجور هذوك يقصوا منهم شويه باش الشارع يجي باين يشوفوا اللوطو اللي راه يكون يديرنا الرادار فهمت ولا الرادار بوليسي قال لك خصك دير الرادار هنا راه ما كاينش الرادار هنا الرادار المتبقي ما يديروهناش واه ديال السرعه فهمت ولا يعني باش الناس تربى باش هذا الشارع بنادم من يبقى يجي من هنا يحاول 40 تذكير عطيه الميكرو دير لنا التذكير هنا دال 40 وما تيديروش ال 40 هنايا كيجي من تاي 160 هنايا واش 160 140 هنا يدير لنا بهذه الطريقه هذه والسكر من هنا ومن هنا دير لنا هنا التذكير دال 40 وبنادم جاي بالسرعه هنا ها هو شقات لنا الحديث هنا على هذا الشيء هذا ولا اله الا الله وصافي شكرا كنهضر مع المسؤولين وما يديروا لنا هذا الشيء هذا ومسقرب